حال التعليق والتعقيب عن فكرة الأداء الإعلامي في مصر، واللي الحقيقة يعني مش عايزة أقول رأيي، خلوني أستمع لرأي ضيفي عبر سكايب الأستاذ عادل صبري الكاتب الصحفي. أستاذ عادل أهلا بك معنا في إيه الحكاية؟ اهلا بك يا استاذ عائض، وكل سنه طيبين والجميع المشاهدين والساده الحاضرين بخير. شكرا وحضرتك جزيلا طيب، لحضرتك. أهلا بك يا أستاذ عادل، منورنا والله. أستاذ عادل، لسه الله حالا يبارك. كنا بنعرض مشاهد الحقيقة يعني في النهاية هي مشاهد بتعبر عن الإعلام المصري. في النهاية أنا باعت مراسل يعني مش بيقدر إنه يتكلم إنجليزي بطريقة كويسة عشان يحاور ويسأل ويخاطب لمسؤولة أمريكية كبيرة في زيارتها الهامة جدا بالنسبة لمصر. وفي نفس اللحظة عرضت برضو مشهد مختلف لقناتين مختلفتين لنفس المقدم بنفس المايك تقريبا باختلاف اللوجو. هل احنا ما عندناش إمكانية مادية لاختيار مراسلين وممثلين للقنوات المصرية بشكل جيد؟ لا، هي اولا الامكانيات البشريه، احنا عندنا طاقات كبيره جدا بشريه كويسه جدا، ويعني عندهم لغات وناس متربيه حتى في الخارج بالذات، وكنا شايفين الكلام ده في ايام النايل تي في اما اتعملت، كانت يعني كلهم لاما من تربيه مدارس لغات هنا ويشتغلوا في الخارج فتره طويله جدا، وعلى علاقة يعني حتى مهنية، يعني إذا كان صحيح كان فيها وسائط كثيرة جدا في الدخول، لكن على الأقل كان كل واحد فيهم عنده قدرات شخصية يقدر ينجز العمل المهني المسند له. لكن حاليا المعايير مختلفة تماما، المعايير الآن يعني لا علاقة، يعني حضرتك أنا يعني أزعل جدا لما حضرتك تقول إعلام، إعلام مش إعلام مش إعلام، ده هذه هؤلاء موظفون مختارون لقدرات يعني خاصة أمنية قبل أي تخصص، ليس لهم علاقة بالإعلام على الإطلاق، لأن لو يعني الإمكانيات المادية متوفرة جدا، وحضرتك شفتي الأطلاق هو حاجة اسمها قناة القاهرة، بالظبط، إمكانياتها لما نراجع الإمكانيات الفنية، لا متوفرة إمكانيات فنية، متوفرة طاقات استوديوهات كبيرة، عندهم القدرة على النقل من أماكن متعددة. لكن هي أولاً القماشة اللي شغالة حاجتين، قماشة شغالة بإعلام موجه، وزي ما حضرتك قلت إعلام موجه بالسامسونج الشهير، وأصبح أنا مصطلح على فكرة، ده مصطلح دلوقتي فني، ويعني إعلام السامسونج وليس مصطلح يعني بتاع، لأنه فعلاً بيدار جميع الصحفيين بنشوفهم حتى مستوى رؤساء التحرير بيدار من خلال هذا السامسونج في خلال مجموعات، هي دي اللي بتحدد له قواعد العمل وبتحدد له المنهيات والمحظورات، ومن يخالف هذه التعليمات الصحف لا تطبع او تؤجل الطبع لحين ازاله المخالفات اللي تراها اللجان الرقابيه لازالتها، او الكلام ده لا ينشر. يعني هضرب حضرتك مثل خطير جدا، يعني احنا في ابسط الامور مش هناخد السياسه، خلاص احنا زهقنا من السياسه وزهقنا من الحاجات، لكن احنا في بلدنا يعني يمكن الدكتور ايمن يبقى عارف، من مدغمر للمنصوره مسافه 40 كيلو، لما حصلت الحادثه الاخيره دي، هذه الحوادث لم تكن تحدث يعني بهذه الصوره البشعه، حينما كان طريق مدغمر المنصوره لا يتسع لاكثر من عربيه، لو عربيتين اتقابلوا كانوا واحده منهم بتوقف او تهدي عشان تعدي الثانيه. الان الطريق متسع، ولكن الاخطاء الفنيه اللي انشات بالكباري خطيره من الخطوره، انها ممكن تعمل تصنع كوارث. ثانيا ما فيش اي رادع للسائقين المخالفين، لانه اغلبهم بيشتغلوا، في ناس بتشتغل بتراخيص، والناس اللي بترخص هي بتتعرض لمشاكل كبيره جدا واتاوات كبيره. فبالتالي لما تلاقي عربيات زي دي، هذه العربيات خضع اصلا للمحليات وخضع للإجراءات الامنيه هناك، لكن نتيجه ان ناس بيشرفوا عليها لهم يعني علاقات امنيه فبيشتغلوا بهذه العربيات وبيسرعوا بيها بهذا الشكل، لدرجه ان لما يموت 24 مواطن ويصاب العشرات منهم، الاعلام يكتفي بخبر يعني في الصفحه الاولى كده، يعني ما مش في الصفحه الاولى، في الصفحات الداخليه، ويمنع نشر الاخبار على الناس ومأساة الناس، حتى الناس اللي ما عرفناش جثثهم، وهي دي يعني من بلدنا ما كناش عارفين هم ماتوا ولا ما ماتوش، يعني على الاقل ابسط الامور كان الصحفيين يعني يسمح لهم بالتصوير،
الناس دي او يمنحوا صور الجثث استاذ انها عادل، احنا تتنشر، كان عندنا ولكن حادث منع ارهابي، عندنا الاعلام من حادث متابعه ارهابي، هذه القضيه. حادث ارهابي كبير حدث وراح ضحيته يعني 11 من ابناء المؤسسه العسكريه، حتى الان ما فيش خبر واحد اتنشر على اي موقع مصري. الاخبار عرفناها من شهود العيان اللي في اللي كانوا موجودين في المنطقه في سيناء او من الصحف الاجنبيه، يعني حتى الان مصر ما نشرتش خبر واحد. احنا للاسف اعتدنا هذا الموضوع في الحاجات فيما يخص القوات المسلحه، رغم انها غلط. يعني هو في الاخر بيحدث من ارهاب، وعلى الشعب انه يعني يكون يعني طيب لو السلطه خليني افصل تريد بين ان نقطتين. تشارك الشعب، اتفضل كمل فكرتك وانا فاهم. لو السلطه تريد ان تشرك الشعب في محاربه الارهاب يعني مشاركه حقيقيه، هتعلن ان الكلام ده بوضوح جدا. يعني وايه ما هو العيب اذا كان ما كانش عندها عيب في مواجهه الارهاب؟ اذا كانش عندها قصور في مواجهه الارهاب، ايه العيب ان انا اعلن؟ يعني امبارح حتى حادثه كبيره تحصل، الاتوبيس ينشطر في الزعفران هو جاي من الغردقه وفي 12 حادثه على طريق الوادي الجديد يموت فيها حوالي قرب على 20 واحد دلوقتي، 20 واحد في طريق الوادي الجديد. لا ينشر الخبر، يعني مش الخبر، الصور ولا معلومات الناس ولا حاجات دي بتعليمات، كأن يعني ليه؟ لأن في الحادثتين بتوع متغامر وبتوع الوادي الجديد اتنشروا، مؤتمر المناخ شغال، وكان مؤتمر يعني حتى الصحافة الدولية سمته مؤتمر علاء عبد الفتاح. صحيح. لكن احنا هنا مش عايزين حتى ننشر حاجات عشان يقول لك ده حوادث حصلت. المايه لما ضربت في المجاري، اسرائيل عامله الاسبوع اللي فات عامله حفله، فيديو مسخره الحقيقه. طبعا حفله على الموضوع، وتعايرنا بهذا الموضوع، المجاري لما ضربت في شرم الشيخ، واحنا لم ينشر الخبر. ويعني انا لو هم عندهم صحفيين محترفين، لو عندهم اصلا رغبه ان الاعلام يشتغل، انا يعني ممكن اعمل تحليل ابين الجهود في هذا الموضوع، ان السبب اصلا فني. الناس زي فعلا احد الزملاء ما شرحها، قال ان استخدام الحمامات بطريقه معينه هو اللي ادى الى انسداد في المواسير، بيلقوا بيه البتاع. فاذا البحث حتى كان ممكن يبرئه انه ما عملش حاجه غلط او مخالفه، لكن هي حته المنع، الحجم المنع المعلومات، ينشر ما يراه فقط لا غير، لا هو لا اعلام، هذا لا اعلام ولا علاقه له بالاعلام على الاطلاق. يبقى احنا هنا كده بنتكلم في ازمتين، الازمه الاولى هي التعتيم وعدم الشفافيه اللي موجوده واللي بيعاني منها الصحافه والاعلام المصري بقاله فتره، والازمه الاخرى هي غياب الكوادر الصحفيه اللي موجوده حاليا على الساحه الاعلاميه رغم تواجدها. لا عندنا مشكله في الموارد البشريه ولا الموارد الماديه. أنا عندي اعتراض على حتة غياب الكوادر البشرية، لا هو تغييب الكوادر البشرية. تغييب يعني متعمد. تغييب تمام، تغييب متعمد. لأن دلنا... لأن طيب. في أنا خدني التعبير، ده اللي أنا أقصده. مليانة. ده اللي أنا أقصده. إعلامية مليانة. ليه الإصرار يا أستاذ عادل؟ ليه الإصرار على إن أجيب كوادر غير مؤهلة وأحطها هي في الصدارة وأديها مناصب كبيرة وأنا عندي كوادر حقيقية أنا منعاها حتى من إنها تكتب مقالة على الفيسبوك؟ لا. لان المينتاليتي بتقول من اول لحظه من 2013 ان اعلام الاصطفاف، يعني ايه اعلام الاصطفاف؟ وده اللي احنا رفضنا الانطواء تحت لوائه. يعني ايه الاصطفاف اللي كانوا عايزين يشاركونا فيه او ندخل فيه غصب عننا؟ ان هو انت دلوقتي في مرحله الوطن في مخاطر، والدوله في تغيير، وتم اطاحه بنظام ونظام جديد لازم يثبت كوادره، مفيش خلافات ولازم تبقى موجود، والصوت واحد والوطن واحد والكل في واحد. طبعا دي سياسه الكل في واحد، دي انظمه الاستبداديه كلها كده. يعني حضرتك هتشوف الكلام ده في الصين، هتشوف الكلام ده في كوريا، هتشوف الكلام ده في اي نظام استبدادي بيدخل لك بالمنطق ده. عشان طيب احنا لو كنت في مرحله ازمه سنتين او سنه او سنتين وخلاص استتب لك الامور وتغيرت، فلماذا لم تتغير؟ لان نفس المنتاليتي العقليه موجوده، هي عقليه الاصطفاف، عقليه. واحنا شفنا حتى في المؤتمر الاقتصادي، يعني كانوا بيشكوا نفسهم بيقولوا ان احنا عايزين الاعلام اللي يدعم ايه؟ يعني دعم مثلا دلوقتي مشروعات بتقام بطريقه فنيه تؤدي لموت بشر من غير ما تعمل مساءله، وبعدين لما ال 24 واحد يموتوا
وبعدين يطلع الوزير يطلع التصريح يقول ما فيش عيب في الطرق، ده العيب في السواق، ويطلع منشتات الصحف والخبر نفسه يطلع على عمود او عمودين، يعني الكارثه تبقى في زاويه، والدفاع عن الكارثه بدون ما يكون في طرف. حتى الجمهور الشعب مجهل، يعني اللي يموت يموت. وبعدين عشان اتكسفوا لانها كانت حادثه كبيره جدا، قال لك 100,000 جنيه، يعني هو خلاص بقى الناس هتفرح بال 100,000 جنيه، 100,000 جنيه دي حتى دلوقتي ما تعملش، ما تجيبش مقبره، ده ما تجيبش ربع متر في مقبره في القرى. يعني لو انت يعني 24 ماتوا يعني وانت عايز يعني تقول ده انا بدفع للناس عشان اساعدهم، وبعدين حتى كمان الكلام ده الفلوس، يعني مين هيبص للفلوس عشان تصرف 100,000 جنيه ولا 50,000 جنيه واحد ايده اتقطعت ولا رجل ولا رقبته اتقطعت عشان تبص للكلام ده؟ فاذا الشعب في المؤخره، الشعب لا قيمه له في هذا الموضوع. احنا بندور على اعلام الشعب حاليا دلوقتي. انت لما عملت قناه جديده وقلت رفعت شعار كبير جدا اسمها القاهره صناعه الخبر، فين الخبر اللي انت جريت وراه؟ فين خبر الناس؟ عندك مؤتمر دولي حدث عالمي كان تقدر تصنع منه اكبر مؤسسه اعلاميه في المنطقه، يجي لك والعالم كله عندك، انت ما طلعتش بخبر، صنعتش خبر على يد اي حد، انت ما عملتش مقابله خاصه مع حد الا بتوعك يعني مسؤولينك، انت ما قدرتش تبعت صحفي تقول جوتريتش امين عام تعالى اعمل حوار معاك، تعالى وزير خارجيه امريكا اعمل معاك حوار، تعالى يا بايدن اعمل لي حوار مع القناه دي عشان يتولد عندها القدره على توليد اخبار، انت ما عملتش خبر، ما صنعتش خبر، بالعكس كان المؤتمر شغال نصه تترات رايحه جايه واخبار الاخبار الدوله او المسؤولين في الدوله وانتخابات امريكا، خلصت انتخابات امريكا غرقت قناه القاهره في التترات، بقت هي نص ساعات الارسال وتكرار لشرم الشيخ. فين بقى القناه اللي اتصرف عليها المليارات دي كلها عشان تصنع خبر؟ انت لا تصنع خبر، انت غير قادر على صناعه الخبر، فما تقولش انا بتاع بصنع خبر، قول انا بعمل اعلام دعائي، مفيش مشكله. طب هل تفتكر حضرتك ان النظام راضي عن هذا الاداء؟ يعني في النهايه الاعلام يعني هو انعكاس لصورته، هل ممكن يكون راضي عن هذا المستوى؟ هو اللي انا متاكد منه واللي انا شفته وتعرضت ليه بنفسي، ويعني والضغوط اللي كنت متعرض لها قبل اعتقالي يعني سنة. لا هو الاعلام اعتقد المسؤولين عندهم فكره كده، عندهم فكره ان اعلام عبد الناصر هو كان النموذج، بس عبد الناصر كان في ظروف ثانيه خالص، وعبد الناصر كان بياخد من الناس ويدي الناس، فكان بيصنع شعبيه اخرى. عبد الناصر كان عايش في فتره كان في ناس اتربت في الفتره الليبراليه، يبقى يعني حتى يزينوا للجمهور حتى سوء اعمال، يعني حتى النكسه مثلا يعني الهزيمه هيكل طلع اللي هو اتربى في الفتره الليبراليه وتعلم في الفتره الليبراليه، طلع يقول ده نكسه وسماها، يعني حتى كان بيعرف يعني بيعرفوا يعني ينصبوا حتى على الناس. لكن انت الان بتستعين بكوادر في منتهى التفاهه، يعني حتى مهنيا لا تستطيع حتى تخدم على مشروعك، وده دليل على حاجه ان هو بيغير رجالته الفتره اللي فاتت دي كتير جدا، بيغير الناس المعتمد عليهم، وهو متضايق من النتيجه اللي وصل ايديها، لان هو مش مدي للناس حتى المحترفين نصب يمارسوا الاعلام المحترفي بشكل يخدم على ادوات السلطه. يعني فبالتالي بيستعين بكوادر في منتهى الضعف المهني، ولانها لمجرد انها تسمع الولاء والطاعه. فاحنا شفنا واحد زي احمد موشى مثلا لما كان بيقول الله انا بقول لكم خبر اهو والخبر خدوه عني وانقلوا، كاس العالم لن يتم في قطر 22، هذه كاس العالم اتعمل في قطر، يا احمد يا موشى ما استقلتش ليه او ما اتحاسبتش ليه؟ ده خبر خد وسيله اعلاميه خطفها كده وقعد يقول الكلام ده في القناه 50 مره، وهكذا. يعني اخبار تانية واحد يطلع يقول الدولار هيبقى ملوش قيمه وكذا، وبعدين تروح تديله صحفي تقعد تتكلم معاه لمده ساعه نص ساعه صحيح بالمعايير هو صحفي، بس انت قبل كده الراجل ده طلع قال معلومه مدمره للاقتصاد وبيضحك بيها على الناس، وخلي بالكم يا اخوانا ده الدولار هيبقى ملوش قيمه واللي معاه دولار يتخلص منه.
طب الراجل ده كان بيشتغل حساب مين؟ انت في الاخر تروح تكافئه، ده راجل مهنيا يعني رسب مهنيا. فهي دي المشكله، اشكاليه انت تريد صناعه اعلام مطيع وفي نفس الوقت مزود بجميع الوسائل الماليه. يعني اذا كان التلفزيون المصري بيخسف به تلفزيون مستيره وبيخسف بامكاناته البشريه وامكاناته التاريخيه، لكن عندنا قنوات دلوقتي اللي بتمتلكها المتحده، عندك السي بي سي، حتى السي بي سي اللي كانت موجوده نشوف مستواها 2012 و2013. طيب ده الحقيقه سؤال انا كنت عايزه اساله لحضرتك، وهكذا. ان احنا في وقت من الاوقات كنا شايفين ان في مجموعه من رجال الاعمال دخلوا في الاستثمار الاعلامي، سواء من خلال قنوات تلفزيونيه، سواء من خلال مواقع او جرائد مطبوعه. النهارده كله خلاص ما بقاش فيه، وبقى كله تحت سيطره المتحده للاعلام. هل حضرتك شايف ان لو افسحوا المجال للقطاع الخاص انه يدخل في المجال الاعلامي، ده ممكن يساهم في تطوير الاعلام بشكل او باخر، ولا يعني عصا العسكر هتكون اشد من اي حاجه؟ الاشكاليه مش اشكاليه القطاع الخاص، لان هي او قطاع عام، مكان التلفزيون موجود وكان بيقدر ينافس. تلفزيون الحكومه كان في وسط رجال الاعمال، وكان بالعكس بدأ هو نفسه ينافس وكان قوي وعنده هيستوري. هو كان برنامج واحد بتاع البيت بيتك ده اللي هو اللي كان شويه بينافس التوك شو اللي موجود، كان في برامج برضه ثقافيه وتراثيه جميله، يعني تؤدي في زاويه اخرى، برامج اطفال ناجحه، هي ما يعني في قطاعات مختلفه كانت ممكن يعني تساعد في نجاح الاعلام ككل. هي الفكره في العقليه الحاكمه لاداره الاعلام. انت ممكن تشتغل باقل الوسائل، وسائل البشريه، اقل الوسائل الماديه والفنيه، لكن في الاخر بتقدم ايه؟ انت ماذا تقدم للجمهور؟ انت تخاطب من؟ الاعلام الان لا يخاطب الشعب، الاعلام اعلام دعائي يخدم السلطه ويخاطب السلطه ويخاطب المسؤولين. لكن هات لي رجل اعمال، اصلا رجل اعمال يعجبه الخطاب الاعلامي دلوقتي، من يتكلم الان؟ رجل الاعمال يعني عندما يعني يتحدثون عن رجال الاعمال فهم احتكاريون، فهم اللي عاملين ازمه الاسعار، هم كذا. فمين رجل اعمال هيدخل في مجال الميديا؟ هتلاقي الطعن فيه من كل الجهات الامنيه والجهات المختلفه. رجال الاعمال الا يعني يمكن حتى كتبتها من فتره ان رجال الاعمال بيستقيلوا، عمرنا نشوف رجال اعمال بيستقيلوا. ليه؟ الناس خايفه من انها تدخل نفسها في مشاكل، خايفه تشتكي تقول انا ما عنديش علف، ولو اشتكيت علف يقول لك انت بتحرض الناس. الناس خايف يتكلم في موضوع تسعيره. يا اخوانا الرز مثلا على سبيل المثال، ازمه الرز، هل تتخيلوا مصر ما عندهاش ازمه رز على الاطلاق؟ احنا عندنا اصلا وافر في الرز، لكن الحكومه عايزه تاخده من الفلاح برخص التراب، عايزه تاخده برخص التراب ب7 جنيه الكيلو، يعني او الشعير ب6.5، يعني ما يعادل 6.5، وهي تروح تبيعه ب12 جنيه. طب انا الفلاح، انا السعر العادل بتاعي اللي مكلفته 12 جنيه تاخده مني ليه بقى بتسعيرته؟ انت اديتني ايه؟ فبالتالي لما بتجيب واحد حتى الفلاح تتكلم عنه بسوء نيه، وتكلم عن التاجر انه استهلاكه وانتهازه، وتطلع له قانون الماده 8 من قانون المستهلك عشان تحارب المستهلك بان هو جشع، وانك تحت قانون الطوارئ. طب انا دلوقتي، طب ما تجيبوا الناس الثانيه اصحاب الغرف، حتى الناس بيقولوا لهم طلعونا، قولوا لنا يا اخوانا اسالونا نعالج الموضوع ازاي، ما احنا ممكن نشارك، احنا ممكن يعني بدل ما هنكسب جنيه هنكسب 50 قرش، بس ما نخسرش. مش معقول تاخد بضاعه من واحد انت ما دعمتوش ولا صرفت عليه حاجه، وعشان انت في ازمه مش قادر تواجه الازمه يسيبنا احنا يعني نخسر لحساب مين؟ وبعدين مين اللي بيزرع الرز دلوقتي؟ ده اللي عنده فدان وفدان ونص وفدانين اقصى حاجه، فبالتالي لو خسر يخسر دم قلبه. ففين الاعلام اللي بيعبر عن الناس دي؟ الناس دلوقتي حاليا دلوقتي في وسط اتهام ان هم مهربين رز، وان هم مستغلين ازمه وعايزين يغلوا على الناس، لكن حقيقه ايه؟ السوق لو سبته الطبيعي كان الرز هيبقى ب 18 جنيه زي ما انت قلت في الاخر، كان هيبقى ب 19 في احسن حالاته 20. فايه اللي انت عملته؟ انت عملت ازمه، لان البلد ما فيهاش ازمه رز، الرز زياده، عندنا تناقص في الاستهلاك يومي سنوي من كميات الرز، لان في اتجاه لدى المصريين بقى له 10 سنين تخفيض الزراعات وتخفيض المساحات وتخفيض الاستهلاك.
فاذا انت ما بتناقش مشكله مع الناس، ما بتناقش مشكله مع اصحاب الحل، بتناقش مشكله من وجهه نظر السلطه بس، فاصبح الاعلام سلطوي. انا اجي كراجل اعمال هروح اعمل قناه على اي هشتغل ازاي؟ وانا مش مطلوب اكلم الاطراف الاخرى، اتكلم عن مصالح الناس الاخرين. فهنا ما فيش راجل اعمال عنده يعني ذره من العقل سيشارك في هذا الموضوع حاليا، لانه مين عنده فلوس يصرف الاموال دي كلها على اعلام مش هيجيب له جمهور، مش هيجيب له جمهور، مش هيجيب له فلوس، ده مش هيجيب له جمهور. ودي الكارثه اللي ممكن اي واحد هو اي واحد بيعمل جورنال ليه؟ عشان الناس تشوفه، عشان الناس تسمعه، يعمل القناه ليه؟ عشان الناس تشارك معاه ويبقى عنده راي عام وعنده قدره ويجذب مستهلك، يجذب معلنين بعد كده. فاذا الوسيله الاعلاميه ماتت من فكرتها الاساسيه، وفكره ان هناك اطراف غائبه في صناعه الاعلام. هو اول حاجه المهن الشاطر، ثاني حاجه الافكار والاداره، ثالث حاجه هي انت ماذا تريد من الاعلام؟ هل الاعلام موجه؟ طب ما هو عندنا بنشوف دول كثيره جدا حتى بتعمل اعلام تافه وناجح، يعني عندنا في الصين مثلا دوله استبداديه، لكن بتعمل برامج على فكره بتكذب بالملايين في البتاع، بس عشان بتعمل حاجه مبهره وناجحه بتاع، لكن في الاستبداد يقول لك انا مستبد ما عنديش حاجه ثانيه. فهذا حتى ممكن تنجح في اطراف تجذب جمهور، في الاخر بيعملوا لقاءات على المسرح، بيكذبوا الناس، بيعملوا عروض خاصه، بيعملوا جوائز، يعرفوا يجذبوا الجمهور بشكل او باخر. لكن انت لا عندك القدره على انك الناس تعمل لك الكلام اللي فيه فانتازيا ده، وفي فلوس، وفي يعني مسرح كبير، ولا عندك القدره على انك تعمل افكار تجيب الناس باقل امكانيات ماديه او بشريه، ولا راضي تخلي الاعلام الخاص الموجود بالفعل ينافس ويحاول انه يمارس حريته وجهة نظر مختلفه. صحيح, صحيح. وضعنا صعب والله يا استاذ عادل، وضع الاعلام في مصر صعب جدا، يعني مش هيستمر ان شاء الله كتير. ان شاء الله اكيد صعب جدا انه يستمر الوضع بهذا الشكل، صعب جدا، لان ده بيخسر البلد كتير، بيخسر ريادتها في المنطقه، بيخسر كمان يعني سمعتنا احنا كمصريين. يعني حضرتك ما انت بتديري اعلام في الخارج اهوت، وزمايلنا اللي هم اللي بيشغلوا معظمهم بيشغلوا الجزيره وبيشغلوا ابو ظبي وبيشغلوا العربيه يعني دول من زمايلنا، هم دول مش مصريين، اغلبهم مصريين كوادر اخرى في بلدان اخرى فعلا. صحيح، هم ناجحين، وفي البي بي سي كان اغلب الطاقم العربي مصريين، صوت امريكا والحره مصريين. اذا ان العيب مش في الناس ولا العيب في الامكانيات، بالعكس القنوات الدوليه دلوقتي حتى البي بي سي بتشتغل باقل امكانيات فنيه واقل امكانيات بشريه، ورغم ذلك بتحقق نجاحات. صحيح، لان الفكره موجوده، حريه الاعلام موجوده، القواعد المهنيه في ابسط امورها موجوده. فاذا انت محتاج اعاده هيكله للافكار وللناس اللي انت معتمد عليها، لان ده بيسيء لمصر في نهايه المطاف. استاذ عادل صبري الكاتب الصحفي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، وزي ما حضرتك ذكرت ان شاء الله اكيد الاعلام هيتحرر وقريبا عشان صوره مصر وعوده ريادتها في المنطقه مره اخرى. تحياتي لحضرتك وشكرا مره تانية على مداخلتك معانا.